ما الحكم عند المالكية في الصلاة خلف المبتدع في العقائد؟ لا تصح. المبتدع في العقائد لا تصح، إنما الشخص الذي يعني شخص فاسق وعارفين أنه بشرب خمر مثلا وصلى وصلينا وراه ما فيش مشكلة تصح الصلاة. ده اسمه أي فاسق بجارحة، يسموه فاسق بإيه؟ بجارحة. لكن الفاسق بالابتداع هذا لا تصح الصلاة خلفه. وما حكم الصلاة خلف الذي يقرأ القرآن في الإيه؟ في الجمع في الجمرية ولا في الجهن بلحن جلي؟ لا حرام عليه طبعا، حرام قراءة القرآن باللحن، حرام، لحن حرام، لا يجوز، لا يجوز.